ما حكم من يجمع بين الصلوات في الأوقات؟ لا يجوز الجمع بين الصلوات إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا الصلاة لوقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. والجمع إنما يباح في حالات ثلاث: حالة المرض، المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك المسافر الذي جد به السير في الطريق فإنه يجمع الصلاتين مع بعضهما في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير. الثاني في المطر يبيح الجمع بين العشاءين، لأن في الخروج صلاة العشاء مع وجود المطر ووجود الوحل والبرد شديد مشقة، فيرخص للمسلمين أن يجمعوا بين العشاءين في حالة المطر. وفيما عدا هذه الأحوال الثلاث ما يجوز الجمع بين الصلاتين، بل تصلى كل صلاة في وقتها. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. الجمع بين العشاء أين تقديم؟ جمع تقديم، جمع تقديم، صلي المغرب ثم يصلي بعدها العشاء، جمع تقديم رفقا بالناس، وإن اقتضى الأمر أنهم يجمعون جمع تأخير فلا مانع من ذلك. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.